أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد، بنرحب بضيف اللي مشرفني النهاردة الكاتب الصحفي هشام يونس مدير تحرير الأهرام ووكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد للنقابة. أستاذ هشام إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا أستاذ ماهر. معايا مجموعة من المحاور عايزة أتناقش مع حضرتك فيها. هنروح لأول محور معايا هو اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس. كيف يدعم المجلس الأعلى للاستثمار الاقتصاد بشكل قوي؟ الحقيقة أنه في عدة قرارات تم اتخاذها، في مجملها الهدف منها تسريع إجراءات الاستثمار، وأحد القرارات كان يتعلق بحصر ما يمكن أن يستغرق وقت استخراج تصريح مشروع من المشروعات في حدود 10 أيام عمل للموافقات عند التأسيس. كمان اتخذ عدة قرارات بعدة قوانين سيتم التقدم باقتراحات لتعديلها، بتتعلق كلها بتسهيل العمل المستثمرين وبتقليل القيود وإنهاء البيروقراطية والروتين البطيء اللي بيتسبب في ربما عزوف بعض المستثمرين عن الانخراط في أنشطة في داخل مصر. كمان أحد الحاجات اللي سيتم إعدادها أو تعديل تشريع فيها ما يسمح بتملك الأجانب، وهيبقى في تسهيلات في هذا، وأيضا هناك قوانين تتعلق بعدم إعطاء ميزة لبعض الجهات الحكومية لخلق تنافسية مع القطاع الخاص، وما تبقاش المسألة حكرة على جهة معينة أو يبقى في معاملة تفضيلية للشركات التابعة للحكومة. أيضا مشروع قرار بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء، هيبقى في وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة وحصرها والتصرف كمان في الشركات التي لم يتم إعادة هيكلتها سواء بالبيع أو بالنقل لجهات أخرى. أيضا سيتم السماح للمستثمرين الأجانب بالتسجيل في سجل المستوردين، وده طبعا برضو خطوة بتفتح السوق أمام الاستيراد أمام الأجانب أو المستثمرين الأجانب. دي برضو أهم الحاجات اللي يمكن كنا محتاجين الخطوة دي من بدري يا أستاذ هشام، متأخرنا فيها، ومهميتها دلوقتي هتدفع الاستثمار بشكل كبير طبعا. وفي كمان ضوابط لفرض الرسوم، يعني هم اتخذوا حزمة إجراءات نقدر نقول ستساهم في تخفيف حركة المستثمرين وتساهم في ضخ أموال. يعني كل فترة بيبقى فيه دايما معوقات، فمحتاجين لقرارات من هذا النوع للتنشيط وللتسكير ولإزالة العوائق، خاصة في البيئة التشريعية اللي ربما تكون مقيدة بشكل كبير للاستثمار في مصر. كمان الحوار الوطني عايز أتطرق في بعض ملفاته، وهو يعني بيجمع المحور الاقتصادي والمحور السياسي والمحور الاجتماعي. والحقيقة ما يميز هذا الحوار الوطني مشاركة جميع طوائف المجتمع فيه الحقيقة بشكل كبير جدا، وإبداء رأيهم بكل حرية، وناس بتتكلم في القضايا وبتطرحها بقوة وبتقول توصياتها. الحقيقة شايف الحوار الوطني ممكن يقودنا لإيه؟ وكمان الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع الشباب اتكلم على أهمية التوصيات اللي بتصدر من الحوار الوطني، وقال كل التوصيات اللي بتصدر في صلاحياتها وافق عليها، اللي مش في صلاحياتها بعتها لمجلس النواب يصدر بها قرار. الحقيقة يعني انه من الجلسة الاولى، وطبعا احنا حضرناها وكممثلين للنقابة وانت برضو حضرتها كإعلامي، الجلسة الاولى يمكن اتكلم فيها السيد عمرو موسى واتكلم فيها الدكتور حسام بدراوي، وطبعا اتكلم في البداية المنسق العام الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق. والحقيقة انه كان في اشارات مهمة في هذه الجلسة، انه بعض القضايا التي يمكن ان يقال عنها انها لم تكن مطروقة او كانت خطوط حمراء، انه سيتم الحديث فيها بشكل واضح. وربما القاعة قاطعت السيد عمرو موسى والدكتور حسام بدراوي عندما تم ذكر قضايا معينة تتعلق بملف الحبس الاحتياطي أو
حتى فيما يتعلق بإتاحة الأفق السياسي والحريات العامة. ده معناه أنه هيبقى في قضايا ستناقش بحرية، نتطلع أيضا أن تكون التوصيات معبرة عما تم التعبير عنه من قضايا. وطالما الرئيس أعطى وصرح بأنه هو سيوافق على ما في صلاحياته، فما ده معناه أنه على المجتمعين أن يكونوا على قدر هذا التصريح، وأن يقدموا فعلا ما يخدم الحراك السياسي في مصر، ما يخدم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر، لأن هناك عدة محاور يجب أن يكون التوصيات شاملة وتستطيع أن تحدث فارق لدى المواطن، وهذا هو الأهم. لا يكفي أن يشعر أن تشعر النخب فقط سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية بهذا الحوار، لكن ما نتطلع إليه وما نتمناه أن ينعكس مباشرة على المواطن المصري. كمان ما يميز هذا الحوار الحقيقة أستاذ الشام مشاركة الشباب، والحقيقة في مواهب موجودة في هذا الحوار الحقيقة في المحاور الاقتصادية. أنا كنت مشارك في المحور الاقتصادي الحقيقة، وشفت يعني ناس بتقدم مقترحات وبتقول التحديات اللي موجودة بكل شفافية الحقيقة، وبيقول الحلول مقترحات كمان. حتى في الجلسة اللي أنا كنت مشارك فيها كان رئيس النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة في البرلمان، و بيهتموا جدا بالأوراق اللي بتقدم وبيطلعوا عليها والتوصيات اللي موجودة فيها. شايف الأداء وإدارة الحوار إزاي؟ وده إن شاء الله هيقودنا لإيه في المحور الاقتصادي ثم المحور السياسي ثم المحور الاجتماعي. يعني خلينا نتكلم في المحور الاقتصادي اللي حضرتك كلمت عليها ونبتدي بيه. المحور الاقتصادي أنا زي ما قلت في المحور السياسي في مناقشات وفي آراء كويسة وجريئة بتتقال، خلينا نقول، لكن الأهم المخرجات اللي هيتم رفعها إلى الرئيس يجب أن تكون معبرة عن مقدار هذه الجرأة ومقدار اقتحام بعض القضايا الشائكة. في المحور الاقتصادي احنا محتاجين قرارات تنعكس على المواطن، في المحور السياسي محتاجين قرارات تسمح بمشاركة أكبر، تسمح بعودة المجالس المحلية ومشاركتها وتخفيف العبء حتى عن المجالس النيابية المنتخبة زي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لأنه الحقيقة أنه بسبب غياب المجالس المحلية أصبح دور مجلس النواب أو عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشيوخ القيام بدور أساسي في المحليات، وعدم التفاعل مع الدور الرئيسي وهو الرقابة على أداء الحكومة وإصدار التشريعات. وده ينعكس أن احنا بوضوح هنلاقي أقل عدد من الاستجوابات في هذه الدورة وفي هذا المجلس، ده مش المفروض أنه هو يكون موجود. في عصور سابقة كنا بنلاقي مجالس النيابية مشتبكة، ومش معقول حتى يكون الحوار الوطني في هذا القدر من التعبير والاشتباك وده نفسه مش موجود في المجالس النيابية المنتخبة الممثلة للطوائف الشعب المصري. الحقيقة كمان أنا عارف أن حضرتك مهتم بحقوق الإنسان، ملف حقوق الإنسان، وبتشارك في ندوات ومؤتمرات مهمة جدا، وكمان من أهمية ما طرح في الحوار الوطني تداول المعلومات بشكل فيه حرية للجميع، وشبه يعني في موافقة كبيرة عليه من جميع المشاركين. الحقيقة شايف ده ممكن يعمل حراك سياسي ازاي، ويعني يؤدي الى مزيد من الحرية في هذا الملف؟ يعني الحقيقة انه مطلب اصدار قانون لتداول المعلومات ليس رغبة فئوية للصحفيين. تداول المعلومات معناها حق المجتمع في المعرفة. يعني احنا لا نتحدث عن قضية تخص الصحفيين والإعلاميين الآن، ولكن نتحدث عن ما هو حق للجماعة، حق للمجتمع نفسه. والجماعة الصحفية والإعلامية هي اللي بتنقل هذا الحق أو منوط بها بقدر كبير إتاحة هذا الحق. الحقيقة لا يكفي أن يصدر قانون لتداول المعلومات فقط، ولكن يجب أن يتضمن عقوبات على حجب المعلومات وعلى منع المعلومات وعلى تزييف المعلومات. لأن أنا ممكن
يطلع مسؤول يقول لي معلومة واكتشف انها كاذبة، لازم يحاسب على هذا. والحساب مش حساب انه حد ينتقده بقى على الفيسبوك او في برنامج توك شو، لا، لازم يبقى في حساب بالقانون. دي نقطة مهمة جدا، وإلا هيظل أي قانون يصدر هو يتحدث عن وضع مثالي غير موجود، ويتحدث عن كلام عام وإنشائي ولا يتم تطبيقه. يعني إتاحة المعلومات لابد أن تقترن بعقوبة على من يحجبها أو يمنعها أو يزيفها. نقابة الصحفيين كانت مهتمة بالملف ده كمان وبشكل كبير، أستاذ خالد البلش نقيب الصحفيين شارك بكلمة قوية في هذا الملف وفي ملف الحريات أيضا، واتكلم عن بعض النقاط اللي هي تعتبر يعني مقلقة لنا، بالرغم من أنه تم رفع الحجب عن بعض المواقع، لكن تم أيضا حجب عدة مواقع أخرى. لكن في إطار الحوار يعني عندنا أمل أن كل هذا يتم تعديله إن شاء الله، وده مهم جدا. الكاتب الصحفي هشام يونس مدير تحرير الأهرام، وكيل أول نقابة الصحفيين، رئيس لجنة القيد بالنقابة، بشكرك جدا على تشريفك لنا. شكرا أستاذ ماهر. أعزائي المشاهدين، دي كانت أهم محاور الحلقة النهاردة. تكلمنا معاكم في المحور الاقتصادي، في الحوار الوطني، في المحور الاجتماعي، في المحور السياسي. شفنا كمان مداخلات مهمة جدا مع بعض المسؤولين اللي شاركوا في الحوار الوطني وتكلموا باستفاضة. يعني الحقيقة كلام مهم جدا، وإن شاء الله هنتابع في الجلسات الجاية كل ما يتم طرحه في الحوار الوطني. لكم مني أطيب المنى، ماهر الفضالي.